ممكن عيان يبقى عنده عكس الانترنال روتيشن الاكسترنال روتيشن، يبقى عنده اكسسيف اكسترنال روتيشن في الاستانس لام، وده سببها برضك الا هو مش لابسه كويس، يا اللي مش معمول له فيتنج كويس، يا اللي عنده ويك اكسترنال انترنال روتيتورز و تايتنس في الاكسترنال روتيتورز او الاثنين مع بعض. ممكن الاكسترنال روتيشن يبقى جاي من الاسمبلي بس اللي هو ديستال بارت، وزي ما انتم شايفين اهو البروستيسيس كله لافف، بس اكتر اكسترنال روتيشن جاي فيه عنده من التو. ممكن يسبب يكون سبب لف فوق ان هو ان التوز بتاعته اكسترنال روتيتد زي ما احنا شايفين، وده اجين بيبقى سببها ان وضع الاسمبلي نفسه مش صح، او ان العيان عنده مش لابس كويس البروستيس بتاعه، او ان العيان عنده مشكله في الكنترول بتاع المسلز اوف ذا هيب، عنده اكسسيف انترنال روتيشن، فيبتدي يعمل شويه كومبنسيشن من خلال بروستيسز الاكسترنال روتيشن.